واخيرا الاخوان واحد جاتو القرعه وما يمكنش، ومعظم الناس كيقول لي هاز بين نوت سيلكتد تقهرت واخيرا واحد. المهم غادي كيف ديما نعطي الراي ديالي انايا الا كنت بلاصتو شنو غادي ندير، وانتم عاوتاني عطيونا الراي ديالكم الاخوان في الكومنت واش تبغيو ديروا نفس الحاجه او حاجه اخرى. اذا بالنسبه لي انايا الا جاتني القرعه وكنت كنقرا بريمير اني في زعما انجينيور ديال الانفورماتيك بريمير اني غادي ندفع القرعه وغادي نكمل البروسيس ديالها كتشد تقريبا واحد العام تقريبا. عنده الكيس نمبرز وين واللي هو 23000 ماشي 23 ورا، عاود صحه وقال لي راه 23000. اذا الرقم زوين من واحد الناحيه، اسمحوا لي يدي عيات، واحد الرقم زوين من واحد الناحيه. اذا 23000 اللي كاين بورسونتاج كبير بانه غادي تجي الفيزا زعما يقدر ياخذها الا ما كانش عنده شي مرض ولا ما كانش عنده شي مشاكل الى اخره. سو واش غادي ندير انايا بالنسبه ليا؟ غادي نكمل قلنا البروسيس حتى الاخر، وفاش يسالي البروسيس جات فيا خديت فيزا غادي نمشي، ولكن او ميم طون انا دافع البروسيس باش يكمل. غادي نكمل القرايه ديالي، ما غاديش نحبس من القرايه، ما غادي نحبس من القرايه او نفكر نحبس حتى تطبع ليا الفيزا في الباسبور. ما حد ما كايناش فيزا، ما حد راه ما كاين والو، ما كاين لا مستقبل في امريكا لا والو، الطبعه ديال الفيزا هي اللي كتحكم. اذا غادي نكمل في البروسيس حتى ناخذ فيزا، عاد غادي نقرر انني نخرج من القرايه. علاش غادي نخرج من القرايه؟ لان هذيك القرايه اللي كنقراها في المغرب نقدر نقراها في امريكا. كنهضر على راسي، عاوتاني انا ما عارفش هذا الشخص، عندي هذاك لاج، وجاتني قرعه راه غادي نمشي الميريكان ونعاود من الاول وغادي نقرا، ولا كانوا عندي شي معلومات ديجا ديفلوبيتهم في البريمير اني ديال الاي تي راه غتكون ساهله عليا في ميريكان انني نجي ونكمل القرايه ديالي، ما غنلقاش مشكل. كاينه القرايه بالفلوس الكوميونيتي، شنو تقولها؟ قال كوميونيتي كولج وقيله، قلتش عليها، كتقرا بالفلوس ولا بوت كامب تا هو غتقرا بالفلوس، ولكن ماشي مشكل، تقدر تخدم في السنوات الاولى العام الاول الثاني تجمع به فلوس تدفع الفاينانشال ايدز وتدخل تقرا المجال ديال الانفورماتيك ديال اي تي وتبدا من الزيرو. علاش قلت ميريكان؟ لان ميريكان تقدر تكمل في هذا المجال، واخا تعاود من الزيرو تقدر تكمل وتخدم ودير مستقبل وتزيد لقدام. بينما في المغرب اي تي انجينير الصالير ديالك باين من الديبار شحال غادي يكون، غتلقى خدمه، ماشي ما غتلقاش خدمه، غير هو الصالير ما عندكش واحد فين تزيد لقدام. ميريكان غتعطيك الابورتونيتي باش تزيد لقدام. بطبيعه الحال الا كنتي معكاز غابقى في المغرب وكمل انجينير، غير هو في هاد لاج هذا ديالك لاج ديال المغامرات، ماشي وتا هو خا يكون 30 كاع 40 نقدر ندير انا هاد الفكره هادي، ولكن زعما لاج ديالك زعما راه نورمالمون غير تغامر. انا عاود نقولها راه ماشي جات القرعه كتساوي بانك راك مشيتي، راه ما 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 دير حتى شي تغيير حتى تطبع الفيزا. وطبع الفيزا ونزيدك واحد الفكره واحده اخرى، واحد السيد كان دارها كيقرا عجبتني ومشى لامريكا وكمل بدا الحياه ديالو حتى وصلاتو الجرين كارد، حتى وصلاتو الجرين كارد، ويصيفط لهم ايميل للمدرسه قال لهم انا راه صافي ما بقيتش غادي نكمل صافي. ديك لعبه ديال تاو كون جات الامريكان وما خرجتش ليه الجرين كارد كان يرجع يكمل القرايه ديالو. اذا هادي الطريقه اللي كنقول انايا الخوف. نزيد واحد المعلومه واحده اخرى، كاين واحد البوسيبيتي بانك تقدر تجي الامريكان وما تفروش، كاينه وتندم، راه تنقول على حسب الشخصيه ديال كل واحد، كاينه هاد البوسيبيتي هادي، وكاينه البوسيبيتي بانك تفرو وتزيد لقدام. انا عندي 22 عام ولا كذا 20 عام راه غنغامر وما عنديش مشكل، واخا ما نتفرش في امريكا ما عنديش مشكل لان درت واحد المحاوله. المجالات ديال الانفورماتيك والقرايه اصلا تقدر تقرا وقت ما بغيتي، ما زعما ما كاينش داك داك الدافع اللي يخليك انك زعما راك ضيعتي شي حاجه الا حبستي القرايه واحد المده زمنيه، راه ما ضيعتيش شي حاجه، القرايه كترجع، بينما القرعه راه ما غاديش ترجع. هذا هو الفرق.
الابورتونيتي ديال القرايه ترجع في اي وقت في اي زمان في اي حاجه. كنعرف ناس والله الا الاخوان كنعرف ناس اللي شدوا الباك وما عندهم 27 عام وتانتيغراو مع القرايه وبنادم مشد ليسونس كداو 30 عام وبدا حياه الكارير ديالو ومشى فيها بحال ما كاين والو. اذا القرايه تقدر تقبطها في اي وقيته، القرعه ما تقدرش تقبطها في اي وقيته، وخاصه مؤخرا راكم شفتوا كيفاش البلان ديال ان معظم الناس بقات كتجيهم القرعه، صعبت القرعه شي شويه لان بزاف ديال الناس كيدفعوها. نهار غتبغي تجي الميريكان غتولي صعيب باش تعاود ترجع تلقى هاد الابورتونيتي. غتندم عليها، انا كنظن بانك تقدر تندم عليها الا ما مشيتيش الميريكان. كنعرف واحد الشخص يقدر يكون كيتفرج دابا، جاتو قرعه ضغطوا عليه العائله، كان عنده ليسونس ما عرفتش فين مجال حتى بحال هكا ديال الاي تي، ضغطوا عليه العائله قالوا ليه والو خاصك تبقى، وبقى وما خدمش مزيان لانه ترس بسيكيكمو كيشوف صحابو اللي مشاو للميريكان تبدلت الحياه ديالهم وهو باقي كيعاني واحد الصالير بين قوسين مزيان، ولكن ما لقاش داكشي اللي بغا، ما كيعيش ديك الحياه اللي بغا، ويوميا كيندم ومازال كيرجع كيدفع القرعه، وهذا خلق عليه مشكل ما بين عائلته وحقد عليهم شي شويه، وتا هما بحال ما بقاوش مفاهمين بيناتهم. سقات لا داكشي اللي جلس على ودو ما كاينش، وكون مشى كون بعدا على الاقل. ولكن شوف كل واحد الحياه ديالو، كل واحد كيفاش كيجيو المصائب ديال الحياه. اخوان نبغيكم في الكومنت تقولوا الراي ديالكم، الا كان شي واحد، وهذه هي المهمه واللي كتعجبني انا، الا كان شي واحد وقع عليه نفس السيتياسيون وخدا ديسيزيون يا اما يبقى في المغرب، خدا قرار ديالو جات قرعه وما بغاش يمشي، يقول لنا كيفاش الحياه دابا ديالو. جات قرعه قال نبقى في المغرب، كومنت واش بخير انت مرتاح ما كاينش مشكل، يقدر يكون بخير مرتاح ما عندوش مشكل، حنا بغينا يعبر لنا على الراي ديالو. ولا كان شي واحد جاتو قرعه وكان ضيع او خلى بوست في المغرب وجا الميريكان صدقات لي او ما صدقاتش ليه، بغينا الكومونتير يقول لنا الراي ديالو، لان الانسان كيتعلم لي زيكسبيريونس ديال الاخرين. الا كان شي واحد دوز واحد الاكسبيريونس نشوفو بطبيعه الحال ما غاديش نقلدوه 100%، لان كل واحد وكيفاش كيفكر وكل واحد الحياه ديالو، ولكن غادي ضروري نستافدو منه، ناخذ المعلومه كيفاش دوز الحياه ونقدروا ديك الساعه نطبقوها بالطريقه ديالنا وبالرؤيه ديالنا للحياه. علاش قلت رؤيه ديالنا للحياه؟ راه لان كل واحد كيفاش داير، كاين اللي كيهاجر على ود الفلوس، كاين اللي كيهاجر على ود الحياه، كاين اللي كيهاجر على ود الثقافه الى اخره. سو حنا ما كنتشابوش، غير هو ضروري زعما نستافدوا من الاكسبيريونس ديال الاخرين. لان هادشي اللي كاين ما تنساوش دير واحد لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو، يقدر ينفع شي واحد بطريقه ما. We'll see you next time.